الناقد الرياضي محمد المهدي، نعرف ايه اللي بيحصل في النادي الاهلي. اهلا بيك معانا استاذ محمد في 90 دقيقة. اهلا بحضرتك يا دكتور، والحمد لله على السلامة، منورة الدنيا كلها. الله يخليك، متشكره قوي. الوضع في انتخابات الاهلي بعد حكم وليد الفيل ايه؟ عايزين نعرف. طيب، هو النهارده المهندس وليد الفيل خد حكم قضائي بيحطيته في ادراج اسمه في كشوف الانتخابات على منصب نائب رئيس النادي. ده الحكم ده النهارده. هو المهندس وليد كان، يعني العلم للناس، يعني كان راح يقدم في اخر يوم انتخابات، وكان في ورقه انا اصلا عنده، فاستسمح الناس انه يمد ساعتين يجيب الورقه ويرجع تاني، فرفضوا وقفلوا باب الانتخابات. فهو قدم يعني تظلم او طعن في المحكمه، والنهارده خد حكمه. الحكم ده الزامي للنادي الاهلي ووزاره الشباب والرياضه بتنفيذه وادراج اسمه في كشوف الناخبين. النادي الاهلي من حقه ان هو يقدم استشكال على الحكم، ولكن الاستشكال لا يوقف تنفيذ الحكم. يعني انت قدم استشكال براحتك وبعد ادراج اسمه في الكشوفات. اول ما النادي الاهلي ياخد حكم بالغاء الحكم اللي خده المهندس وليد، من حق النادي الاهلي يشيل اسمه تاني. لكن اذا النادي الاهلي ما حطش اسم وليد الفيل في الكشوفات، فبالتالي ان هو من حقه في اي وقت يطلع، تعتبر انتخابات باطله. بالظبط، يطلع على الانتخابات وتبقى باطله في اي وقت يعني. طيب، يعني بص هسألك سؤال، يعني قبل ما أعلق على اللي أنت قلته، ليه بيحصل كده في انتخابات النادي الأهلي؟ وده غريب الحقيقة، يعني ليه؟ يعني ليه في أعضاء سابقين يطلعوا يتكلموا؟ اتفضل يا دكتور. مع حضرتك. لا لا اتفضل بس. انا بقول لك انه ده مشهد غريب بس على انتخابات النادي الاهلي. يعني احنا ما كناش متعودين في النادي الاهلي عامه دونا عن كل انديه مصر، يعني كنا بنشوف ده في الزمالك كتير، وقضايا ومحاكم وتنافس وصراع وهجوم، ما كناش بنشوف ده في انديه ثانيه كتير. يعني بالظبط بدا يحصل في النادي الاهلي من 2017. كانت انتخابات تقيله جدا، قائمتين تقال، قائمه كابتن محمود الخطيب وقائمه كابتن المهندس محمود طاهر. بالتالي كان في صراع كبير جدا بين الناس القديمه اللي كانت مشيت فتره بسبب بند الثمان سنوات، عايزين يرجعوا تاني يعني يسيطروا على النادي، والمجموعه اللي كانت موجوده بتدير النادي اللي هي كانت مع المهندس محمود طاهر. الانتخابات اشتعلت وقتها وبدا الصراع، وبدانا نشوف حتى في البرامج الفضائيه، وبقينا نشوف في التلفزيون، وبقينا نشوف على صفحات السوشيال ميديا صراع كبير جدا وهجوم من هنا ومن هنا. فبالتالي اتنقلت انتخابات النادي الاهلي لحته ثانيه، خلاص ما بقيش فيه الهدوء اللي كان بيحصل كل دوره في النادي الاهلي. بقينا نشوف انه في مرشح يطلع يعني، بس اعتقد انه السنه دي كابتن محمود الخطيب ما عندوش قدامه مرشح قوي. يعني ما عندوش مرشح قوي، هو ناجح ناجح، لانه حتى المنافس بتاعه يعني ضعيف جدا مع كامل احترامنا ليه، ملوش شعبيه. بص انت بتقول لي ايه مهدي، يعني ناجح ناجح في 2017 ما كانش حد يقدر يقول كده، ولا مين اللي هيفوز؟ كان مختلف، وكان حتى قبلها قبل الانتخابات ب 15 يوم كانت معموله جمعيه عموميه في النادي الاهلي، كان في 15,000 عضو حضروا للمهندس محمود طاهر. فبالتالي كان في صراع كبير جدا. الوضع السنه دي مختلف بسبب القائمه بتاعت كابتن محمود الخطيب بنسبه 99% كلها ناجحه، ولكن هي القصه في امانه الصندوق. مين يكسب امين الصندوق؟ هل المهندس خالد مرتجي ولا خالد الدرندلي؟ ولا خالد الدرندلي؟ هي الخناقه كلها في هنا، انتخابات الخالدين زي ما بيقول. بالظبط، انتخاب، خصوصا كمان انه الخالدين قريبين جدا من بعض، اصدقاء، اصحاب، متربيين مع بعض، في وليهم شعبيه كبيره كمان جوه النادي، شعبيه كبيره جدا. اللي حصل ما بين الاثنين اللي الناس بتعتبر ان هو نوع من انواع الخيانه، والعلم المهندس خالد الدرندلي يعني من يومين طلع لاول مره وقال انه حصل خيانه. انا اتخنت في انتخابات النادي الاهلي، لانه انا استغربت جدا على فكره، يعني القايمه ما حدش كلمني ان انا انزل معاهم الانتخابات. ثانيا كنت متفق مع خالد مرتجي ان هننزل مستقلين مع بعض، هو نائب رئيس وانا امين صندوق. فوجئت انه يوم تقديم الانتخابات ان هو بيقول لي خلاص انت هترشح مع نفسك، انا هنزل مع قائمه كابتن محمود الخطيب على امانه الصندوق، عشان انا خدت وعد ان انا الانتخابات اللي جايه هنزل على رئاسه النادي. كابتن محمود الخطيب مش هينزل، فعندي فرصه ان انا انزل على انتخابات رئاسه النادي الاهلي، وده حلم قديم عند خالد مرتجي. طبعا والده الفريق مرتجي الله يرحمه كان رئيس النادي الاهلي، فبالتالي هو شايف نفسه انه يبقى رئيس النادي. اللي حصل ده عامل صراع في النادي الاهلي، وعشان كده بقينا نشوف الايام اللي فاتت هجوم من الصفحات المنتميه للنادي الاهلي على خالد الدرندلي، لانه يعني زي ما هم بيصوروا يقولوا خد قرار انه ينزل انتخابات ضد القايمه. هنشوف.
فبالتالي هو اللي عامل الصراع، هو يعني الخناقه كلها على امانه الصندوق، ولكن الرئيس خلاص منتهي بالنسبه له. اذا يعني لو ما رجعش المهندس وليد الفيل فان العامري فاروق ناجح بالتزكيه، العضويه سواء تحت السن او فوق السن منتهيه تماما لقائمه كابتن محمود الخطيب.